اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا لك لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن ثمرة الصديقين يواكيما وحنا المغذية لحياتنا تقدم لله في هيكله المقدس طفلة بالجسد التي باركها زخريا الشريف، فلنغبطها جميعنا بإيمان بما أنها أم الرب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن ثمرة الصديقين يواكيما وحنة المغذية لحياتنا تقدم لله في هيكله المقدس طفلة بالجسد التي باركها زخريا الشريف، فلنغبطها جميعنا بإيمان بما أنها أم الرب. أيتها النقية، لقد تقدست لله قبل الحبل بك، وبما أنك ولدت على الأرض قدمت له الآن هدية متممة الوعد الأبوي. ولما قدمت بنقاوة منذ طفوليتك إلى الهيكل الإلهي بالمصابيح البهية، بما أنك هيكل إلهي بالحقيقة، ظهرت إناء للنور الإلهي الذي لا يدنى منه، فعظيم وفدك حقيقة يا عروس الله الدائمة البتولية وحدها. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيتها النقية، لقد تقدست لله قبل الحبل بك، وبما أنك ولدت على الأرض قدمت له الآن هدية متممة الوعد الأبوي. ولما قدمت بنقاوة منذ طفوليتك إلى الهيكل الإلهي بالمصابيح البهية، بما أنك هيكل إلهي بالحقيقة، ظهرت إناء للنور الإلهي الذي لا يدنى منه، فعظيم وفدك حقيقة يا عروس الله الدائمة البتولية وحدها. عظيم هو الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا في جبل قدسه. هاليلويا. باسط الفرح في كل الأرض. مجدات قد قيلت عنك يا مدينة الله مدينة الملك العظيم. هللويا. الله يعرف في قصورها إذا ما هو نصارها. كمثل ما سمعنا كذلك رأينا في مدينة رب القوات من مدينة إلهنا الله أسسها إلى الدار. هللويا. لقد قدس العلي مسكنه والقدس والجلال العظيم في قدسه. باب الرب الصديقون يدخلون فيه. هللويا. قدوس وهيكلك وعجيب في العدل. بيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام. هللويا. بنات الملوك في كرامتك، قامت الملكة من عن يمينك متشحة بثوب مذهب. هللويا. اسمعي يا بنت وانظري
وانصتي بأذنيك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسناك. لوجهك يصلي أغنياء الشعب. كل مجد ابنة الملك من داخل. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب الموشى. يتقدم إلى الملك عذارى في إثرها قريباتها إليك يتقدمنا. يبلغنا بفرح وابتهاج يحملنا إلى هيكل للملك. المجد للآب والابن وروح القدس لنسجد أنا كلنا للآب ونمجد أنا لابن ولنسبح أيضا الروح الكلي قدسه صارخين قائلين أيها الثالوث القدوس خلصنا أجمعين. الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين آمين. إن شعبك أيها المسيح يقدم لك والدتك متضرعاً فبطلباتها أيها الصالح نحن رأفتك لكي نمجدك أيها المشرق لنا من بسلام إلى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليبتهج داود كاتب التسابيح ويتباشر يواكم مع حنة لأنه قد بدا منهما مولود مقدس وهو مريم المشكاة الإلهية الحاملة النور مسرورة بدخولها إلى الهيكل التي لما أبصرها ابن بارخية باركها وصرخ هاتفا بفرح افرح يا أعجوبة العالم بأسره. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. ليبتهج داود كاتب التسابيح ويتباشر يواكيم مع حنة لأنه قد بدا منهما مولود مقدس وهو مريم المشكاة الإلهية الحاملة النور مسرورة بدخولها إلى الهيكل التي لما أبصرها ابن بارخية باركها
وصرخ هاتفا بفرح: افرحي يا أعجوبة العالم بأسره. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي اضدني وخلصني. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي اضدني وخلصني. يا مبغضي سهيوا نفسه من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافي كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي سهيوا نفسه من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافي كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدس، للروح القدس كل نفس تحيا وتسبو بالطور لاميعا بوحدانية الثالوث بحال خفية قدسية. الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين آمين. بالروح القدس تفيض سواق النعمة ومجاريها، فتروي البرايا بأسرها بالحياة المحيا. اسمعي أيتها البنت وانظري، وآمري أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي المالك حسنك. اسمعي أيتها البنت وانظري، وآملي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك. فاض قلبي كلمة صالحة، أنا أقول أعمالي للملك. اسمعي أيتها البنت وانظري، وآمني أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك. إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كل نسمة فلتسبح الرب، كل نسمة فلتسبح الرب، جيبوا فلتسبح الرب. من أجل أن نكون مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس من الرب إلهنا نطلب الحكمة فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي. في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت إلى بيت زخريا وسلمت على إليصابات. فعندما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي يا أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ سلامك إلى أذني ارتقض الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي،
لأنه نظر إلى تواضع أمته، فمنذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بعظائمها واسمه قدوس. ومكثت مريم عندها نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك أمحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسيا عضدني، فأعلم الأثم تركك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدوس، اليوم الهيكل الحي هيكل الملك العظيم. تدخل إلى الهيكل لتهيا مسكنا إلهيا، فيا أيها الشعوب ابتهجوا الآن وكل آوان، وإلى دار الداهرين آمين. اليوم الهيكل الحي هيكل الملك العظيم، تدخل إلى الهيكل لتهيئ مسكنا إلهيا، فيا أيها الشعوب ابتهجوا. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفتك امحو مآثمي. اليوم الهيكل الذي وسع اللاهوت، أعني وليدة الإله تقدم إلى هيكل الرب، فيتقبل هذا خاريا. اليوم قدس الأقداس يبتهج، ومصاف الملائكة تحتفل سريا. فإذ نعيد نحن اليوم معهم، نهتف مع غبرين افرحي أيتها الممتلئات نعمة، الرب معك الملك الرحمة.
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرافات وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية شفاعة كلية الطهارة سيدتنا والدة الله دائمة البتولية مريم التي نقيم تذكار دخولها إلى الهيكل في هذا اليوم وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ملاتوس وبطرس بطرياركي أنطاكيا وأبوينا القديسين نيقولاوس رئيس ساقفة ميراليكيا وسبيريدونوس قفتريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جاورجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيوذورس تيروني وثيوذورس قائد الجيش والقديسين أغناطوس وبليكاربوس شهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء المطلقين بالظفر وابائنا الابرار افرام واسحاق سوريين ويوحنا الدمشقي وجميع ابائنا الابرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين واكيم وحني جدي المسيح لله وجميع قديسيك نتضرع اليك ايها الرب جزيل الرحمه فاستجب لنا نحن الخطاة طالبين اليك وارحمنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم برحمة ورفاة ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن الهيكل الكلي النقاء هيكل المخلص البتول الخضر الجزيل الثمن والكنز الطاهر لمجد الله اليوم تدخل إلى بيت الرب وتدخل معها النعمة التي بالروح الإلهي فلتسبحها ملائكة الله لأنها هي المظلة السماوية. لأنها هي المظلة السماوية. إنني إذ أعاين أسرار الله الإلهية الغامضة الوسط أعني النعمة ظاهرة في البتول وتامة فيها علانية أفرح وأتحير في فهم الحال المستغربة الغامضة الوسط كيف الطاهرة ظهرت وحدها مختارة بما يسمو كل الخليقة المنظورة والمعقولة لذلك إذ أشاء مدحها وأندهش جدا بالعقل والقول إلا أنني أتجاسر وأكرز بها وأعظمها لأنها هي المظلة السماوية. لأنها هي المظلة السماوية. في 21 من هذا الشهر تذكار دخول سيدتنا والدة الله الفائقة القداسة إلى الهيكل فبشفاعاتها اللهم ارحمنا وخلصنا آمين. المسيح ولد فمجيد المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا المسيح على الأرض فارتفعوا رتلي للرب أيتها الأرض كلها سبحوا بابتهاج لأنه قد تماجد لنصرخ نحو ابن المولود من الآب قبل دور بدون استحالة المسيح في آخر الأزمنة من الب...
قد خرج قضيب من أصلها السام ومنه قد نبت زرعة من جبل مضلل مدغل أيها الإله البتول التي لم تعرف رجولا فالمجد لقدرتك يا رب أيها المحب البشر بما أنك إله السلام وهاب المراحم فقد أرسلت لنا مانحني أنا سلامك ولدائك قد اهتدينا لنور المعرفة الإلهية فنحن نندرج من الليل قد قذف من أحشائه يونان كما تقبله سليما نظير الجنين وأما الكلمة فلما حل في البتول واتخذ منها جسدا ولد حافظا بدون فساد ولم تلحق استحالة وحفظ والداته بدون مضرة إن الفتية إذ قد نشأوا معا على حسن العبادة مزدرين بأمر الملحد لم ينزعوا من وعيد النار لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله مبارك أنت يا إله أبائنا نسبح ونبارك ونسجد للرب إن الأتون النادي قد صور رسم العجب الفايق الطبيعة لأنه لم يحرق الفتية الذين تقبلهم كما أن نور اللاهوت لم تحرق أيضا مستودع البتول الذي حلت فيه الإله وأم النور بالتسابيح نكرم معظمين إن الملائكة لما شهدوا دخول الكليات النقاوة اندهشوا كيف البتول دخلت إلى قدس الأقداس يا والدة الإله بما أنك تابوت حي لله
ثلاث المسكيات مدنسا ما شفاه المؤمنين فلتمدحك بغير فتور هاتفة نحوك بصوت الملاك بابتهاج قائلا أيتها البتول النقية إنك بالحقيقة أسمى رفعة من جميع المخلوقات. إن الملائكة لما شهدوا دخول الكليات النقاوات دهشوا كيف دخلت بمجد إلى قدس الأقداس يا والدة الإله النقية إذ قد أحرزت جمال نفسك النقي فهي قلبها وانبسطت عليك نعمة الله من السماء فأنت تنيرين بالنور الأزلي على الدوام الهاتفين بسرور أيتها البتول النقية إنك بالحقيقة أسمى رفعة من جميع المخلوقات. إن الملائكة لما شهدوا دخول البتول دهشوا كيف دخلت بحال مستغربة إلى قدس الأقداس يا والدة الإله النقية إن عجائبك تفوق قوة الأقوال سموا لأني أدرك أن لك جسدا يفوق الوصف غير قابل سريان الخطيئة لذلك أهتف نحوك بشكر أنك أيتها البتول النقية بالحقيقة أسمى رفعة من جميع المخلوقات. عظم يا نفسي التي قدمت إلى هيكل الرب وبركت بأيدي الكهنة إن ثمرة الموعد قد بدت من الصديقين يواكيم وحنا أعني بها مريم فتاة الله فهي تقدم طفلة بالجسد كبخور مقبول إلى الهيكل المقدس لتسكن في الأقداس بما أنها قديسة. عظم يا نفسي التي قدمت إلى هيكل الرب وبركت بأيدي الكهنة لنمدح بالتسابيح من هي طفلة بالطبيعة وقد ظهرت أما لله بما يفوق الطبيعة لأنها تقدم اليوم للرب في الهيكل الناموسي عرفا ذكيا رائحا وكثمر روحيا للصديقين. عظمي يا نفسي من هي أكرم قدرا وارفع مجدا من الأجداد العلوية إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا المغارة سما والبتول عرشا شيروبيميا والمذود محلا شريفا الذي أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكر
من الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فنود ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لأن النبي فتاة الله الطاهرة مريم التي دعا الأنبياء قديما جارة ولوحا وتابوتا وعصا وجبلا لم ينقطع منه فاليوم تدخل قدس الأقداس وتتهيأ لسكنى لنمدح النبي من فتاة الله الطاهرة مريم التي دعاها الأنبياء قديما جارة ولوحا وتابوتا وعصا وجبلا لم يقتطع منه فاليوم تدخل قدس الأقداس وتتهيأ لسكنى لله إلى أنذح النبي من فتاة الله الطاهرة مريم التي دعا الأنبياء قديما جارة ولوحا وتابوتا وعصا وجبلا لم يقطع منه فاليوم تدخل قدس الأقداس وتتهيأ لسكنى لله كلنا سامات هيكل الله بي
مجد لأنها له هيكل مقدس. سبحوه لحنظوه سبحوه بالمزمار والقيثار أم الإله التي هي وعد مقدس وثمر نفيس قد ظهرت للعالم ترفع سموا من المخلوقات فإذ إنها تدخل في بيت الله بحسن عبادة لكي تحفظ بروح الله. سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار وآلات الطرب آيابات لن تبتات بالخبز السماوي مؤمنة في الهيكل قد ولدت للعالم كلمة الله خبز الحياة من خطبت له بالروح إذ أنت هيكل طاهر منتخب وغدا عروس الله. سبحوه بنغمات الصنوج سبحوه بصنوج التهليل كل نسمة فلتسبح الرب ليفتح باب الهيكل المتقبل الإله لأن يوكيما أخذ التي هي هيكل وعرش لملك الكل وبمجد وضعها داخله نظرا إياها للرب الذي اصطفاه أمة. المجد للأب والابن والروح القدس كان إن كاي كايستوس أونس طنا سكن الإله مالك الكل المغذي حياتنا جميعا اليوم القداسة الكل ثلاث سنين فلنتف نحوها مثل الملاك صارخين افرح يا من أنت وحدك مباركة في
المجد لك يا مثير النور، المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب المالك السماوي الإله الآب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس. أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الأب، يا رفيع خطيئة العالم الحمد، يا رفيع خطايا العالم. تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. أفلويتوس كيري أذي ثاكسون متاذيك يوم تاسو. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأنني قد خطيت إليك. يا ربي إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κουτώσον ελάβει λέα μου τουρχάμνα. للجميع بالمسيح، فلا تفنح
بصوت عظيم قائل افرحي يا كمال تدبير الخالق. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. عظيم هو الرب ومسبح جدا فيك قيلت المفاخر يا مدينة الله بشفاعة والدة لنا يا مخلص خالصا الله معروفا في قصورها مثلما سمعنا كذلك رأينا بشفاعة والدة لنا يا مخلص خالصا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدة لنا يا مخلص خالصنا
وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لقد قدس العلي مسكنه والقداسة والجلال في مقدسه. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسه نحن المرتلين لك هللويا. هذا هو باب الرب ومنه يدخل الصديقون. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسه نحن المرتلين لك هللويا. قدوس وهيكلك وانت عجيب في عدالتك. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسه نحن المرتلين لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين آمين. يا كلمة الله ابن الواحد الذي لم يزل غير مات لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث في القدوس الممجد مع الآب والروح القدس والإسماء. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. وأغنياء الشعوب يبتهلون إليك اليوم العذراء التي هي مقدمة مسرة الله وابتداء الكرازة بخلاص البشر قد ظهرت في هيكل الله علانية وسبقت مبشرة للجميع بالمسيح فلنهتف نحوها بصوت عظيم قائل افرحي يا كمال تدبير الخالق. ابنة الملك كلها بهاء في خدرها مكتسية بألبسة مذهبة حواشيها بأرضية مطرزة يؤدى بها إلى الملك في إثرها العذارى صواحبها
اليوم العذراء التي هي مقدمة مسرات الله وابتداء الكنازة بخلاص البشر قد ظهرت في هيكل الله علانية وسبقت مبشرة للجميع بالمسيح فلنقف نحوها بصوت عظيم قائل افرح يا كمال تدبير الخالق. الحكمة فلنستقم هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي نحن المراتبين لك اليوم العذراء التي هي مقدمة مسرات الله وابتداء الكنازة بخلاص البشر قد ظهرت في هيكل الله علانية وسبقت مبشرة للجميع بالمسيح فلنهتف نحوه بصوت عظيم قائل افرح يا كمال تدبير الخالق اليوم العذراء التي هي مقدمة مسرات الله وابتداء الكرازة بخلاص البشر قد ظهرت في هيكل الله علانية وسبقت مبشرة للجميع بالمسيح فلنهتف نحوها بصوت عظيم قائلين افرح يا كمال تدبير الخالق اليوم العذراء التي هي مقدمة مسرات الله وابتلاء الكرازة بخلاص البشر قد ظهرت في هيكل الله علانية وسبقت مبشرة للجميع بالمسيح فلنهتف نحوها بصوت عظيم قائلين افرح يا كمال تدبير الخالق اليوم الهيكل الذي للمخلص الكل يوم العذراء الخدر ذو الثمن الجزيل وهي الكنز الطاهر لمجد الإله تدخل بيت الرب تدخل نعمة الروح الإلهي معها فلتسبح ملائكة الله لأن البضلة السماوية إلى الرب نطلب كيريا ليسون لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين قدوس إلا قدوس قدوس الذي لا يموت
Αγίος Αθανάτος, ελέησον ημάς. Κουδούσον ηλιά, κουδούσον ηλκάβη, κουδούσον ηλλαδί να ιαμούν τον Χαννά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. دين آمين. الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته. الحكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. لنصغي يا إخوة، إن العهد الأول كانت له أيضا فرائض العبادة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، وكانت فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، وكان وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، وفيه مستوقد البخور من الذهب وتابوت العهد المغشى بالذهب من كل جهة، فيه قسط المن من الذهب وعصا هارون التي أفرخت ولوحا العهد، ومن فوقه كروب المجد المظللان الغطاء. وليس هنا مقام الكلام في ذلك تفصيلا، وحيث كان ذلك مهيئا هكذا فالكهنة يدخلون إلى المسكن الأول كل حين فيتمون الخدمة، وأما الثاني فإنما يدخله رئيس الكهنة وحده مرة في السنة ليس بلا دم يقربه عن نفسه. وعن جهالات الشعب سلام لك أيها الأخ القارئ. هللويا هللويا هللويا. الحكمة، فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. في ذلك الزمان دخل يسوع قرية فقابلته امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكانت لهذه أخت تسمى مريم، فجلست هذه عند قدمي يسوع تسمع كلامه. وكانت مرتا مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما يعنيك أن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب يسوع وقال لها: مرتا مرتا،
إنك مهتمة ومضطربة في أمور كثيرة، وإنما الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظون. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة، حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد، أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مثلك أدم الله كريما فضلا للتفرق من بشر فضلت الله. جعلني كفءا بقوة روحك المقدسة لنا سلامة كانوا تنقيبا لنا ما جاء في هذه المقدسة ولا تكن من عبدي كل الطبيعة تقدم لك هذه القرابين مني أنا عبدك القاتل المستحق، لأنك أنت المقرب المقرب القابل والمزاحي والمسحية والملك الأرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له روحك الكل قدوس صار من خلال كل أوان إلى مدار تهلنا من أي المسجد انشر من سبيل المركبون المسلم تقديس والإكثار وتلمح لنقرع عنا كل اهتمام دنيوي ديننا مضمون لنا سبنا ملك الكل تحفظ بالمرات ملكي بحال غير منظور هذه المياه المياه حمي الله بعظيم رحمتك بحسب كثر الكافات يمحو ما يكفي شكلا من اسمهم خطيات الظهر فاننا عارف بيت مخطيات ما تكره اليك وحدك اخطر قدامك صلاتك تنصف في اقوالك وتغلو في محاكمتك انا لا اسال الا ان يكون الله ولدتني لانك قد احفظت الحق ووضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها تنصفني بالسرعه لا تصرف من أمامك وحتى القدس لا تنزعه من أجل خلاص تحياتك وعلم لا تباطل قد والكفر إليك يرجعون أنقذ من ذاتي ما يا الله إلى خلاص من تجلسان بعدك يا رب افتح شفتي في خبيرة فمن تسبحتك لأنك لو أتت ذبيحة لكم سنان أعطي لكن أجلست المخلوقات فذبيحة لله روح المطاعم المتخشى المتواضع لأجل الله لثالوث المحيط
يطرحن كل اهتمام دنيوي إذ إننا مزمعون أن نستقبل ملك الكون جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة المستقيمي الرأي الساكنين في هذه المدينة والمتغربين عنها والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وزوارها والمحسنين إليها والذين يتعبون ويرتلون ويخدمون فيها وكلاء هذه الكنيسة وجميع هيئاتها وأخوياتها والمختصين بهم عبيد الله الذين ذكرت أسمائهم على المذبح المقدس وعبيد الله الذين يحتفلون بهذا العيد والذين يتسمون على اسم والدة الإله ويتخذون منها شفاعة وعبيد الله من آل مرشي وجميع المختصين بهم المقدمة هذه القرابين من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمورهم وغفران خطاياهم وراحة نفوس موتاهم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطريركنا يوحنا وكهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين المطوبين الدائمين ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق رقادهم من آبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكرت أسمائهم على المذبح المقدس وخاصة من أجل عبد الله جورج السابق رقاده وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون يومنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل
أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. ربنا أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بأب وابن وروح القدس ثالث متساوي في جوهر غير مفصل في أرض يقول في رب السماوات قدس ثالث متساوي الأبواب بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب ناضج الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط الضي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنتصف من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس. قلت سلام ذبيحة فتسقي. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا. لنضع قلوبنا فوق لنشكرن الرب أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وبرحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة.
نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشروبيم والسرافين ذو الأجنحة ستة والعيون كثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السبع السماء والأرض من دعاة المجدك وصلنا في العالي مبارك لأتي بالسلام وصلنا في العالي كما عندي قواتي وأموتنا في كل قدوس أنت وكل القداس أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكل القداسة ومجدك عظيم الجلال أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي أسلم فيها والأولى أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العين وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه رسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا كذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن بما أننا ذكرى التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نشكر يا رب يا إلهنا أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية ونطلب ونضرع ونسأل فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم آمين وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم آمين محولا إياهما بروحك القدوس آمين 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 لكي يكون للمتناولين نبهة النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكما لملكوت السماوات والدالة لديك لا لمحاكمة ولا لإدانة أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل الكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان وخاصة من أجل الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم عظيم هو اسم السلام القدس يا والدة الإله الكلية القداسة عيني هذا القرب لك صحة العافية رب عظيم رسول الله القدس يا والدتي لا
إلى كلية القداسة عيني. كيف البتول أبانا وبطريركنا يوحنا وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبح المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا من النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله واهلنا أيها السيد لأن نشعر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبانا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تتم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك لا لديك لا ولا لنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم لنحني رؤوسنا للرب
نشكرك أيها الملك الغير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم حنوها للحم ودم. بل لك أيها الإله المهي فأنت إذن أيها السيد سهلا تكون هذه القدوسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا. رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وإسادنا بنعمة ورافة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه مع روحك الكلي قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا إصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العالي مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإلهي. بروسخ من القدسات للقديسين يجزى ويقسم حمل الله الذي يجزى ولا ينقسم ويقدم ولا ينفر. قد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها. وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسك كيف أدخل أنا غير المستحق، فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي لأنه ليس لباس العرس وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد محب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا
اذكرني يا رب في ملكوتك. كاس الخلاص يقبل وباسم الرب يدعو هللويا. كاس بحبور هرتينا
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. كل حين لنا وكل اوان والى دهر الداهرين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لكي نسبح مجدك لانك هلتنا للاشتراك باسرارك المقدسه. احفظنا في قداستك دايجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. قد تناولنا مستقيمين اسرار المسيح الالهي المقدسه الطاهره غير الميته السماويه المحيه المرهوبه، فلنشكر الرب شكرا لائقا. اعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ان نسال ان يكون يومنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الاله. نشكرك ايها السيد محمد البشر المحسن الى نفوسنا لانك اهلتنا في هذا اليوم ايضا لاسرارك السماويه غير المائته. قوم طرقنا، ثبتنا جميعا في خوفك، احفظ حياتنا ووطد خطواتنا بصلوات وطلبات المجيده والده الاله الدامه البتوليه مريم وجميع قديسيك، لانك انت تقديسنا واليك نرفع المجد ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين. لنخرج بسلام الى الرب نطلب. يا مبارك مباركيك يا رب مقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، انت منحهم وضم من ذلك مجدا بقدرتك الالهيه، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنه وللحكام ولكل شعبك، لان كل عطيه صالحه وكل موهبه كامله هي من العلى منحدره من لدنك يا ابا الانوار. وليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المسيح الأمين لك كمال الأمين. يكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن. الرب نطلب. بركة الرب رحمته تحلان عليكم، نعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب التي نقيم تذكار دخولها في هذا اليوم إلى الهيكل في هذا اليوم وبقدرة الصليب الكريم المحيي، حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات قوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وابائنا الابرار المتوشحين بالله وابينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفه القسطنطينيه والقديسين صديقين واكيم وحني جدي المسيح لله وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما انك صالح ومحب للبشر. الثالوث القدوس وليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. صلوات يا بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. كل عام وأنتم بخير.
تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفس عبدك مع أرواح الصديقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفس عبدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون، لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. المجد للآب والابن والروح القدس، أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص أرح نفس عبدك جورج السابق رقاده الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. من أياتها العذراء الطاهرة النقية وحدك يا من ولات الإله بغير زرع إليه توسلي أن ترحم وتسامح نفس عبدك السابق رقاده. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة نفس عبد الله جورج السابق رقاده، ومن أجل غفران خطاياه الطوعية والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون، رحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران جميع خطاياه من المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا الرب نسى. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمها، أنت يا رب أرح نفس عبدك جورج السابق رقاده في مكان نير، في مكان قدرة، في مكان انتعاش، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر، اغفر له كل خطيئة طرفها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس إنسان يحيا ولا يخطأ، إلا أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق، لأنك أنت والقيامة والحياة والراحة والنياح. لنفس عبدك جورج السابق رقاده على اسمك أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكلية القدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مجد لك أيها المسيح إلهنا، يا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من يسود على الحياة والموت وقد قام بين الأموات في اليوم الثالث بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب، وصديق المسيح لعازر الرباع الأيام، أنت يا رب رتب نفس عبدك جورج السابق رقاده والمنتقل عنا في مظال الصديقين، واحصه مع الأبرار والقديسين. وأما نحن فارحمنا بما أنك إله صالح محب للبشر ورحيم. فليكن ذكره مؤبدا. فليكن ذكره مؤبدا. صلاة يا بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. تعزية بالكنيسة يا أحبة.